من ساعة تقريبا انتهت مباراة مصر وغينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار السنة الجاية إن شاء الله 2024، هتقام في 2024. وصل خلاص منتخبنا، ألف مبروك، وصل إلى النهائيات وخلاص تأهل إلى أمم أفريقيا القادمة في الكوت ديفوار. نتمنى إن شاء الله لمنتخبنا كل التوفيق. مباراة النهاردة كانت أمام غينيا، كنا متأخرين بهدف في الدقيقة يمكن 25 أو ما شابه، ثم تريزيجيه جه أحرز هدف التعادل في الدقيقة 42، ثم في الدقيقة 79 مصطفى محمد أحرز هدف التقدم وهدف التأهل لمصر برصيد 12 نقطة، ويتوقف رصيد غينيا عند 9 نقاط. وغينيا بالتالي لسه بقى يعني قدامها، لسه هتشوف كده مع الفرقتين التاني اللي معانا، يشوفوا الدنيا لسه هتمشي ازاي، فيعني لسه الامور. ولكن كل الامور الحقيقه بتصب في صالح المنتخب المصري. الناس على السوشيال ميديا مش عاجبها الاداء، مش راضيه عن الاداء، عن الشكل الهجومي، ولكن احصاءات المباراه استحواذ 51% منتخب مصر، 49 غينيا. احنا سددنا 3 تسديدات على المرمى جه منهم الهدفين، يعني 3 تسديدات جه منهم هدفين. غينيا سددت تسديده واحده بس واحرزت منها، كان ده تقريبا هي تسديده الهدف الوحيد اللي جابوه في المباراه. كده لسه غينيا هتلعب بقى لسه مع ملاوي اعتقد، هتلعب مع ملاوي، واحنا ماتشنا مع اثيوبيا هيكون تحصيل حاصل. وغينيا يعني يمكن بس مجرد يعني فوز او على الاقل مثلا تعادل ممكن تضمن التاهل، يعني هي الاخرى مع منتخب مصر. برحب بناقدنا الرياضي الاستاذ علاء عزت. استاذ علاء مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا، مساء الخير استاذ عمرو، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك، ببارك لك مرتين، ببارك لك طبعا على فوز المنتخب المصري النهارده، وثانيا على النجمه ال11 للنادي الاهلي. الحمد لله، الحمد لله استاذ عمرو، يعني كنت متفائل جدا بالمداخله اللي عملناها قبل صحيح المباراه، والحمد لله الحمد لله كل اللي توقعناه وتمنيناه وحلمنا بيه صح حصل حرفيا الحمد لله في الضرب البيضاء. الحمد لله. والمغرب ما شاء الله بيتوش السعد على الكره المصريه. المغرب وشها حلو علينا يعني حقيقه. يعني المغرب الحمد لله اخواتنا يعني واشقائنا يعني وشهم حلو علينا بصراحه. الحد يوم الحد اللي فات الاهلي يتوج على ارض المغرب في الضرب البيضاء بال 11. النهارده منتخبنا يتاهل رسميا، ومن مراته القليله جدا جدا فيها لاعب بتاهل مبكرا دون انتظار المرحله الاخيره، فالحمد لله يعني الحمد لله. يعني احنا كنا بنعاني بقالنا سنوات احنا بننتظر لحد الجوله الاخيره عشان نحسم امرنا، لكن الحمد لله المره دي قبل نهايه جوله واحده بس تاهلنا رسميا، وتاهلنا من باب الكبير يعني زي ما بيقولوا. وحتى غينيا اللي كان يكفيها تعادل النهارده مهدده انها تخرج. ملاوي هتلعب مع اثيوبيا، والمباراه الاخيره بين ملاوي وغينيا هتكون في ملاوي، فبالتالي ممكن ملاوي لو كسبت مباراتين فممكن ملاوي تصعد. طبعا. ويعني فحتى النهارده كان الناس كلها كانت بتوقعوا ان غينيا، كانت المباراه مصر وغينيا تقبل القسم على اثنين تماما، يعني مباراه تقبل القسم على اثنين، والاستحواذ 51-49 كل الاحصاءات يعني ما بيننا وما بينهم قريبه جدا، كانت متساويه جدا جدا لدرجه كل يعني النهارده وكالات الانباء كلها بتقول ان واحده من المباريات النادره اللي تقبل القسم على اثنين، والكل كان متوقع تعادل، وحتى لما مصر تعادلت ناس كتير جدا قال لك خلاص الاثنين تاهلوا، لكن الحمد لله منتخب مصر حسم. يا مش حسم يعني، هو التعادل كان يكفينا، لكن على الاقل احنا كنا محتاجين دفعه معنويه، انتصار كبير. روي فوتوريا كمان ياخد ثقه في نفسه. طيب يعني النهارده كمان روي فوتوريا النهارده كمان عمل رقم قياسي بالنسبه له، يعني افضل انطلاقه لمدير فني من بعد هيكتور كوبر، يعني هيكتور كوبر كان افضل انطلاقه لمدير فني، 5 انتصارات متتاليه. النهارده الحمد لله روي فوتوريا عمل 6 انتصارات متتاليه، منها ودي، لكن كويس قوي انك تبتدي عهدك مع منتخب مصر ب6 انتصارات متتاليه في 6 مباريات. طيب ليه شايف السوشيال ميديا مش راضيه؟ هو الحقيقه الاداء النهارده ما كانش اروع حاجه يعني، ولكن شايف السوشيال ميديا ازاي وتعاملها مع روي فيتوريا او مع الاداء العام للمنتخب وعدم الرضا الموجود؟ اولا طبعا السوشيال ميديا دايما بتحكم، يعني لو النتيجه مش كويسه يحكم عن يقول لك النتيجه مش مهم الاداء. ده السوشيال ميديا يا استاذ عمرو دايما عايز الحسنيين، عايز اداء ونتيجه، لكن للاسف الشديد احنا المباراه نفسها ما كانش فيه اي اهتمام جماهيري قبليها، لدرجه حتى لحد النهارده الصبح كان في ناس كتير جدا مصريين ما يعرفوش المباراه، ما يعرفوش حتى ان منتخب غينيا ده مين لعبته، يعني منتخب غينيا
عدد المحترفين فيه اكثر من عدد المحترفين في منتخب مصر يعني، حقيقي يعني كلهم ولا حد دارس محترفين. يعني هو كله بيتكلم على غينيا بالاسم لكن ما يعرفوش ايه قدرات منتخب غينيا، ما يعرفوش مين هي لعبه منتخب غينيا، قدره يعني ان هم افضل استعدادا من احنا يعني. منتخبنا لسه متجمع من 3 ايام فقط، ما كانش مظبوط. فيه فرصه لفيتوريا، فانا شايف ان المنتخب يعني قدم افضل يعني لم يكن في الامكان افضل من مكان يعني، عمل نتيجه وعمل يعني احنا كنا متاخرين وكسبنا فالحمد لله دي نتيجه تحسب له، ومش شايف يعني شايف ان في قسوه شويه من السوشيال ميديا على النتيجه، بالعكس يعني شفنا النهارده محمد صلاح بيكمل 90 دقيقه ودي كانت شويه انا ما كنتش متوقعها بصراحه يعني، ان محمد صلاح اللي لسه بيقضي اجازته اول مباراه ليه بعد الاجازه او قطع اجازته عشان مباراه منتخب مصر يلعب 90 دقيقه كامله، دي كانت بالنسبه لي مفاجاه كنت متوقع، بس يمكن شويه كان بعد يعني توقعت ان بعد ما تقدمنا 2-1 توقعت ان روي فيتوريا يسحبوا الملعب، لكن الراجل كان واضح ان هو عايز يجرب عناصر اكتر، عايز يعمل انسجام، عايز صلاح بالظبط عايز يدخل انسجام، اكتر هو في عايز الفرقه يعني. هو الجزء الهجومي تحديدا كان عايز فيه انسجام شويه، عشان كده حتى التغيير بتاع مصطفى محمد كان متاخر شويه بكهرباء، لكن هو كان عايز شويه حاجات كده، بس الحمد لله انا شايف ان الاداء كان يعني مرضي جدا، انا بالنسبه كويس. لي انا كان اداء مرضي جدا للظروف اللي مرت بها المنتخب طيب يعني. ايه اكبر مكسب بغض النظر عن ال3 نقاط او عن التاهل يعني، ايه اكبر مكسب على مستوى اللاعبين يعني، حسيت ان والله لا العوده المره دي لا احنا كسبنا فلان وفلان، كسبنا وجود العنصر ده او العناصر دي في المنتخب؟ والله كتير يعني، انا يعني سعيد جدا بعوده تريزيجيه بالشكل ده، حقيقي سعيد جدا طبعا. يعني واضح ان هو تريزيجيه افضل، كان في فتره ما شاء كان الله. فترات كان ما كانش كويس، مروان عطيه طبعا مكسب كبير جدا النهارده بيكمل المباراه كلها ودي اول مره ياخد فرصه كامله، زيزو كمان اداؤه افضل بكتير من اداؤه في مباراه الزمالك الاخيره، هو كان زعلان وكان خارج شويه كان عايز يكمل كان نفسه يسجل عشان روح المعنويه ترتفع شويه، لا المكاسب كبيره جدا، كمان اتاكدنا كمان من سلامه الشناوي ده شيء مهم جدا، خدنا 3 نقط تهمنا قوي في التصنيف باذن الله، وده طبعا طبعا حاجه احنا بنحتاجها، وانا عندنا ماتش كمان ان شاء الله نحافظ باذن على الله الـ5 في الاوائل في التصنيف الافريقي بالظبط عشان تصنيف الفيفا قبل تصفيات كاس العالم، ده بالظبط مهم قوي. طبعا عندنا ماتش جنوب السودان ان شاء الله جنوب باذن الله، جنوب السودان السودان ده مهم جدا ناخد كمان في التصنيف تفيدنا، احنا عايزين لحد شهر 10 الجاي ان شاء الله، ان اخر حاجه الفيفا يعتمدها شهر اكتوبر الجاي ده، فاحنا عايزين لحد اكتوبر الجاي ده ان شاء الله يعني لو اتيحت لنا فرصه كمان عندنا مباراه هتكون المباراه الاخيره لينا في التصفيات مع اثيوبيا هنا في القاهره نقدر ناخد نقط كتيره جدا تكون في شهر 9 كنا والله لما النهارده عرفنا، انا اسف لمقاطعتك يا استاذ علاء، لما النهارده عرفنا ان غينيا هتلعب البرازيل وديا، فقلنا طب والله لو هيتحسب طب احنا ليه ما عندناش وديه زي وديه بلجيكا كده مثلا قبل كاس العالم والاداء الرائع والانتصار وكسرنا الدنيا قدام بلجيكا، محتاجين وديات على من العيار التقيل يعني. استاذ عمرو يعني في ناس كتيره جدا لما زعلت لما المغرب لعبت البرازيل وديا مش عارف ايه بتاع، في دي حسابات المغرب ضمنت نفسها ان هي موجوده في التصنيف الاول بغض النظر عن النتائج، لكن احنا لو كنا لعبنا مباراه وديه تقيله مع البرازيل مع الارجنتين هنرجع مع في التصنيف فرنسا بالظبط هتنزل يعني في التصنيف، كان في اتفاق ودي ان احنا نلعب مباراه مع منتخب الارجنتين، لكن حسابات الجهاز الفني لا احنا كده ممكن لو خسرنا هنتراجع في التصنيف لا بشكل بلاها. كبير جدا، فاحنا قلنا انا اقول لك انا لسه كنت بكمل حاجه، احنا لحد شهر 10 الجاي ده احنا مطالبين طبعا ان احنا نفضل نكسب ان شاء الله باذن الله ودي جنوب السودان، نكسب مباراه اثيوبيا، يبقى ان شاء الله باذن الله نوصل شهر اكتوبر ده واحنا في الـ5 الاوائل، ده يخلينا باذن الله في التصنيف في الـ5 الاوائل، بعد كده ان شاء الله هنلعب مع الجن الازرق زي ما بيقولوا يعني، نلعب بقى مع الارجنتين البرازيل مش مشكله، انا يعني كان في ناس كتير جدا كانت بتعاتب اتحاد الكوره وهو مش قادر يلعب المباراه دي، لكن انا لما سالت وعرفت عرفت ان لا ان كان لهم حسابات نقط، وانا من هنا بشكرهم صح بجد يعني، كده يعني بدل ما كانت كنا غايبه عننا نلعب دي بصراحه، يعني لو كنا لعبنا مباريات تقيله مع البرازيل والارجنتين متفحكم في مع ننزل الارجنتين سادس سابع تامن في التصنيف كنا ننزل بتاع تاني افريقيا ونقعد نندم تاني طب على ونندم ايه بقى؟ تاني فلا انا بشكرهم جدا على النقطه دي، والنقطه دي للاسف انا كنت بطالب اتحاد الكوره يطلع يوضح النقطه دي وقتها ان اتعرض لانتقادات، يعني كنت بطالب المنظومه الاعلاميه في اتحاد الكوره تطلع توضح الكلام ده بشكل موسع للجماهير عشان ما تزعلش، لان الجماهير فعلا يعني شافت المغرب بعد ما عملت انجازها الكبير جدا في كاس العالم بتروح تلعب البرازيل وديا مش عارف غينيا هي بتلعب المانيا البرازيل، فاحنا يعني فينا يا جماعه، بس كويس المعلومه دي مهمه اللي حضرتك ذكرتها بالظبط يعني. يعني انا عشان كده انا كنت يعني
يعني عارف، عايز اقول لاتحاد الكوره طب اطلعوا وضحوا ده للناس، بلاش تكونوا في وش المدفع، اطلعوا وضحوا الكلام ده، وضحوا ان ده اصلا على التصنيف عشان الجمهور يهدى عليكم، لكن للاسف الشديد ما حصلش. طيب.